مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معانا وليلة جديدة من ليالي الكويت يا هلا ومرحبا فيكم مساء الخير وفيد مساء الخير غادة ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله ومتألغة الزميلة غادة في تقديم حفلات فبراير تسلم. آه تسلم, يعني الحفلة كانت حلوة جميلة وجميلة للفنان نبيل الشعيل والفنانة عصالة وأنت بعد كنت متألقة صراحة على المسرح الله يعطيك العافية <تكسر> وموفقة خير يا رب الحفلة الجاية <applause> متى؟ ان شاء الله طبعا بالويكند راح يكون عندنا حفلات ايضا مستمره راح تكون يوم الخميس والجمعه ان شاء الله. مم. الخميس راح يكون مطرف المطرف والفنانه انغام والجمعه ان شاء الله راح تكون نانسي عجرم والفنان الكبير ماجد المهندس. يعني حفله كلها إحساس سولد <applause> <صح تصفيق> <رح تكون. تصفيق> <applause> <applause> اكيد كلها سولد اوت لكن نبي ندش والله حتى احنا نبي ما في مجال <applause> 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 ما في واسطه ولا شيء كذي كلش لا اصلا ما في مم. مجال حق واسطه أنا ما شاء الله أول ما تطلع التذاكر للبيت على طول ما شاء الله يعني تحس أنا صراحة ما لحقت على ولا تذكرة تدجين يعني ولا حفلة ودي أحضرها أنا كنت مسافر من السفر ولا حفلة راح أحضرها. بس يعني نتمنى ان نشوف التلفزيون تابعت لك تابعته والله على تابعته يعني النقل ولا اروع بصراحه والشباب ما قصروا داخل الاستوديو بليالي يعني الكويت زملائنا بدعوا وكانوا مرافقينكم على مدار الحفله وساعات البث وان شاء الله الخميس والجمعه القادمين راح تستمتعون بهذا. نتمنى يعني نشوف الفنانين هذول مو بس في فبراير بعد بعد فبراير نشوفهم نشوفهم في دار الاوبرا بالارينا. بس انت عارف فهيد يعني مم. فبراير الكويت له مكانه خاصه عند الكويتيين. اكيد. وايضا له مكانه خاصه عند الفنانين والنجوم اللي يشاركون، حريصين وايد على جمهور الكويت وحريصين وايد ان هم يشاركوننا افراحنا. اعتقد اعتقد انا يعني وجهه نظري انه هم يعني قاعدين يسوون حفلات في دبي في السعودية في قطر في كل مكان بس لكن بالكويت احنا يمكن شوية محتكرين الحفلات او نحصل الحفلات في شهر فبراير لان شهر احتفالات وطنية ف... اكيد الفنان لما يعني بيجي فبراير او بيحضر فبراير يكون حريص لانه ليش؟ لانه يدري انه شهر احتفالات وطنيه صح. فيكون مجهز اغنيه وطنيه صح. يكون صح. صار له سنه يمكن مو مقابل الجمهور الكويتي في يعني فيعني يكون حريص اكثر ويكون متخوف اكثر يمكن انت لامستي الخوف شويه او والله النجم يكون م. مرعوب للأمانة مهما كان النجم ثقيل وكبير ولمكانته وخبرته بس يظل جمهور الكويت يعني نوعا ما متذوق زيادة فما يرحم إذا عجبه صفق إذا ما عجبه تلاقيه قاعدين كذي ولا حد يتحرك لا بس هذا ما شفناها إحنا لا ما شفناها الحمد لله الحمد لله. ولا راح نشوفها الشيء الحلو قادر إحنا ما إن إحنا باحتفالات الوطنية ويمكن كل يوم إحنا من بدأ في فبراير نتكلم عن الاحتفالات الوطنية وفبراير لكن كل سنه نشوف محافظات الكويت وانا اتذكر السنه هذه ما شفت شيء صراحه للحين في زينه وفي شوارع مزينه وفي إضاء البيوت اضاءات حلوه بالفعل لكن العاده او تعودنا محافظه الأحمدي انها تكون شويه مختلفه او اكثر وقلت يمكن انا حتى يمكن السنه اللي طافت قلت اتمنى ان تصير مسابقه بين المحافظات بين المحافظات ان كل محافظه تقول لك انا يعني عندك في متطوعين عندك محافظ في المنطقه عندك شباب ودهم يخدموا المنطقه فالجمعيات التعاونية يعني في نبي حركة شوي نبي مسابقة بين المحافظات إن كل واحد يقول أزين الشوارع نشوف الإضاءة أحلى يعني نبي نشوف هذه ونشوف عليها تصويت أو نشوف نعرضها هنا في الكويت على تلفزيون دولة الكويت أكيد نعم أنا أعتقد إبراهيم كلمني الحين أنا بس الصراحة ما سمعت صراحة <applause> شنو قال، لكن احنا اليوم عندنا حلقة مميزة جدا راح تكون إن شاء الله في البداية نتكلم عن إذاعة الكويت وعن تميزها وعن إطلاق إذاعات جديدة بشكل مهم جدا وشكل جديد أيضا لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت هالإذاعة العريقة والجزء الثاني راح يكون مع نجمة كل ما تغيب كل ما نشتاق لها نشتاق لها ونشتاق للزمن الجميل يعني والمسلسلات أو المسرحيات اللي قدمتها يعني ما أتوقع ولا أحد ينسى الأدوار والمسلسلات اللي قدمها الفنانة الغديرة استغلال أحمد بتكون آه. ويانا إن شاء الله, آه إن شاء الله. ضيفة وبنسولف آه وندردش عن مسيرتها ونستذكر وياكم شوي بعض الذكريات اللي قدمتها أو الأعمال اللي قدمتها نعم بعد الفاصل خلكم ويانا مشاهدينا فحياكم الله اليوم في ليالي الكويت الفنانه استقلال احمد الدكتور يوسف السريع الوكيل المساعد لقطاع الاذاعه بالتكليف مجمع الصوابر قبل لا ينشا مجمع الصوابر كان هني حي الصوابر لان الصابري فخذ من افخاذ قبيله العوازم العريق والحساوية يعني هذه عوائل الحساوية الأربش الوزان يسوون العرضات في المنصورية الأثنين في دهن العود مع سعود تحسين <applause> شنو أصعب هل الحين ولا قبل؟ التجديد مهم بكل مشروع لازم الواحد يكون متجدد. ترى انا ما بصدمك انا في واحده من الكلاينتس اللي عندي اشتغلت معاهم ابتدت ب 50 دينار. هذا على ايام قبل وايد صار مشتركين ب 50 دينار، الحين دا الـ اذا بنتكلم عن هوم بزنس ماكسيموم 15000. اذاعه دوله الكويت تقدم. <applause> عن تاريخ اذاعه دوله الكويت راح نتكلم عن اهم وابرز استراتيجيات تطوير الاذاعه ومحطاتها الجديده اللي تواكب التكنولوجيا وتقنياتها كل هذا واكثر مع الدكتور يوسف لسرية الوكيل المساعد لقطاع الاذاعه بالتكليف معانا من جديد مشاهدينا راح نتكلم اليوم عن اذاعه دوله الكويت، هذه الاذاعه العريقه اللي لها مستمعين من كل دول العالم. اليوم راح نتكلم عن احدث ما توصلت اليه وايضا مستجدات اذاعه الكويت من خلال وجود الدكتور يوسف السريع. مساك الله بالخير دكتور وحياك الله. حياك الله وسعيد بالتواصل معكم وبرنامج ليالي الكويت. يا, يا هلا ومرحبا دكتور يعني مثل ما تفضلت زميلتي غاده يعني هذا التاريخ لاذاعه دوله الكويت يمكن من اول الاذاعات اللي في الوطن العربي كانت موجوده وهذا الارث اللي حصلت عليه يعني سنوات كثيره لا. لكن اليوم في ارشفه او في اليه جديده بتنطلق او تحت اشرافكم كلمنا عن هذه الاليه الارشيف مثل ما نشوف هنا في ريل او الاسطوانات موجوده خلينا نتكلم عن شو اللي قاعد يصير في الاذاعه؟ نعم طبعا شاكر لكم وشاكر كل متابعين تلفزيون الكويت ولا الكويت طبعا اذاعه الكويت منذ تاسيسها والاساتذه واحنا مثل ما يقولون عود من عرض حزمة من الناس اللي مرت في هذه الاجيال الجميله في تاريخ الكويت اذاعه الكويت من يوم 12 5 1951 قاعد نتكلم عن ارث فوق الان يمكن شهر 5 الجاي 73 عام من تاريخ إذاعة الكويت وندش في ال وسبعين فاحنا قاعدين نتكلم عن تراث جميل تراث من خلال اللقاءات تراث من لقاء تسجيل الأغاني تراث تسجيل أيضا القرآن الكريم تراث في كل البرامج بشكل عام لذلك إذاعة الكويت من هذه السنوات هناك أرشيف ضخم لهذه الإذاعة. ايضا اذاعه الكويت في فتره من الفترات كثير من يعني كبار الشخصيات في عالمنا العربي من ممثلين في الدراما من مقدمين كلهم يو قدموا في اذاعه الكويت اذاعه الكويت ايضا تعتبر من اوائل اذاعه اذاعات اذا قلنا في مطلع 58 تقريبا 54 كان بث لايف او 51 كان البث لايف للاغاني وفيما بعد بدا التسجيل تقريبا في 53 و في 58 صارت هناك فرقة كبيرة لإذاعة الكويت بقيادة المايسترو رحمة الله عليه نجيب رزق الله فصار عندك إرث من 58 بكل المطربين العالم العربي اللي كانوا حريصين أنهم يسجلون في إذاعة الكويت فيعني إذا قلنا مثلا مطربين ومؤلفين وملحنين أيضا النجوم في آنذاك ذاك الشباب اللي هم الآن هم الإرث الحقيقي اللي في مطلع الستينيات حسين جاسم، غنام الديقان كملحن، شاهد الخليج، عبد الله فضاله، طبعا عبد الله فضاله وعبد اللطيف الكويتي هذول سابقين يعتبرون من المؤسسين لكن مع بدايه نشاه الاذاعه ظهروا النجوم اللي الحين كلنا نسولف عنهم. نعم. عوض الدوخي، عبد الحميد السيد، كل هؤلاء بدوا مع النهضه الجديده مع استقلال الكويت سنه 61. صار عندنا مجموعه فدائما المستمعين مثل ما صار معانا في تلفزيون الكويت افتتحنا قناة القرين فالناس كلها الآن متابعين قناة القرين للأرشيف الضخم لتلفزيون الكويت تلفزيون الكويت من عام 1961 فصار عندك أرث من الكنوز اللي قاعد نشوفها في القرين صحيح. أيضا كان هناك فكرة ومشكور كل القائمين في الإذاعة تبنوا هذه الفكرة معاي اللي هي إذاعة أو دار الإذاعة لأن دار الإذاعة في مطلع بداية إذاعة الكويت كل الأشرطة مكتوب عليها دار الإذاعة هذه الأشرطة مثلا اللي قاعد نشوفها هذا الشريط مثلا ربع ساعة دائما يكتبون في السابق يعني هذا محتوى الشريط محتوى الشريط مكتوب. لكن كل الأشرطة يكتبون عليها قبل دار الإذاعة الكويتية نعم كمسمى كعنوان, إذاعة كعنوان. نعم فبدت الإذاعة دار الإذاعة الكويتية وهذا الكروت مكتوب مثلا المؤلف الملحن كل كل هذه الشخصيات تنكتب في التاليف والالحان والكلمات كانه فهرس بالضبط حق الاغنيه كلها من ينكتب فكرنا الان في هذه المواد انها تظهر لمحبين التسجيلات القديمه برامج قيمه لها تاريخ في تاريخ الاذاعه من لقاءات ثمينه حتى مسلسلات طبعا الدراما هذه شيء اساسي طبعا في, في شكل الاعلام نعم الدراما الاغاني كلها قامت تسجل في اذاعه الكويت فصار عندك كنز وايضا الباحث يرصد هناك من يبحث عن شخصيه معينه يدق عليك ابو عبد الوهاب صار في فتره سجلت اللقاء الفلاني انا عندي بحث في الجامعه عن هذه الفكره او عن هذه الشخصيه يا ريت تزودني احنا الان نبي ننقل مثلا هذه العناوين تنقلها الى الكمبيوتر عن الرقمنه فتقعد بس تكتب مثلا يوسف او غاده او على طول يطلع كل البرامج اللي قدمت اللي لها في علاقه بهذا بالضبط فصار الان كل الارشيف قاعد يحول الى يعني بسهوله توصل حق هذا الارشيف انت قاعد تكلمين عن الاف الاشرطه فيبي لها ستاف كبير ايضا وزاره الاعلام مشكوره في قطاع الهندسه الان تبنوا مشروع ضخم لرقمنه كل هذه الاشرطه اذاعه وتلفزيون صار عندنا مثل ما تقولين كميه كبيره من هذه الاشرطه نبي نعرضها تم انشاء اذاعه دار الاذاعه الكويتيه هذه على اي تردد؟ على تردد 93.3 وهذا التردد تردد يسمعون الان من اجل على, على الاف ام وقاعد يستمع بشكل جميل وايضا يعني بلشت هذه ايه دار الاذاعه هذه دار خلص الاذاعه حق الارشفه او البرامج القديمه دراما ايه ومسلسلات كل شيء قديم من ارشفه اذاعه الإذاعة الكويت راح نلاقيه في هالمحطه هذه دار الاذاعه دار الاذاعه بعدين الله يسلمك عندنا المحطه المهمه وفي في يعني هذه المحطه تعتبر ايضا من المحطات اللي ما شاء الله اخذت حضور جميل اللي هي اذاعه الذكر الحكيم فقط للقران الكريم. آآ آآ عندنا الاذاعه الاساسيه اذاعه القران الكريم وكثير من الجمهور يحب فقط انه يسمع القران فقط ما يبي برامج ف آه ايه اذاعه القران الكريم فيها برامج وفيها ترتيل اي نعم لكن الحين الحين, الحين هذه اذا هذه المحطه الذكر الحكيم الذكر الحكيم فقط قران فقط قران فقط قران 24 وعشرين ساعه, ساعة نعم آه هل هي فقط مختصه بالترتيل القديم لكبار كل القراء كل القراء من الارشيف يعني شيء لا شي الجديد وقديم اي الجديد وقديم عندك ارشيف الاذاعه ايضا الاهداءات اللي توصل لكبار القراء القراء الحرم المكي الحرم المدني أيضاً تلاوات في المغرب العربي بروايات روايات القرآن كلها تقدم لكل القراء القديم والجديد هناك كبار القراء من مصر طبعاً يعني مش مختصة بس بالقديم لا 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 كل كل يعني القراء اي نعم من المشرق الى المغرب وعالم الاسلام ما تم تسجيله عندنا بالكويت ولا لا 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 ايضا في لا لا من برا لا لا عادي في من برا كل آه كل القراء في العالم ومشكورين حقيقه تعرفين القران دائما يعني الكل اللي بيخدمه صحيح فدائما تشوف القراء يعطون اهداءات اذا سجل او لقى تسجيل نادر دائما يقول نبيكم تعرضونه في داعي القران للكل يستفيد من هذا الكتاب هذا. العظيم فلذلك تشوفين ما شاء الله خذت يعني حظوة وصدوة صدى على مستوى عالي سواء بالكويت أو خارج الكويت وهذه كم ترددها الذكرى هذه أيضا ترددها هذه المحطة تذكرها لأن صار ما شاء الله عندنا تقريبا أكثر من محطة, محطة ترددها 94.5 هذا التردد ال 94.5 اف ام اف ام نعم هذه المحطة بعد ما شاء الله أخذت يعني حضور وأيضا موجودة على الأبلكيشن اللي يحب يسمع هذه الإذاعة. طبعاً أبلكيشن وزارة الأعلام تلفزيون وإذاعة وكل محطات الإذاعة راح تكون موجودة نعم بهالأبلكيشن. نعم أيضاً من المحطات الآن اللي شغالين عليها وصار كان, كان كانت محطة خاص يعني صار لها حضور ولكن من كثر فيها يعني التكرار فصارت هناك الفكرة بإنشاء محطة اللي هي الإذاعة الشعبية الدانة مختصة بالفنون الشعبية مختصة في التراث الغناء الكويتي الوطني التراثية السامري العرضات فقط الكويتي؟ الكويتي وخليجي يعني إذا قلنا 70% بس مو شرقي في لا 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 70% لأن تعرفين الخليج العربي كنا نشترك في كثير من الفنون صحيح فلذلك راح تكون مثلا 70 أو 60% من غناء الكويتي الكويت من فرق الشعبيه اللي عندنا المنتشره فرقه العميري فرقه الرندي فرقه اولاد عامر فرقه الفنطاس الفرق الشعبيه المشهوره اللي سجلوا في فتره من الفترات والى يومنا يعني ما شاء الله قاعد يسجلون الاغاني راح تعرض على الاذاعه وايضا التسجيلات الجديده اللي قاعد نسجلها ايضا للفرق وايضا التسجيلات اللي سجلناها من خلال الجلسات اللي كنا نسجلها برنامج دالي الكويت قديم وجديد قديم ويديد لكن كلها ترعى كلها ترعى وعشاق الصوت عشاق السامري كلها راح يجونا فيها كلها, كلها الفنون إلى جانب فنون الخليج الخليج نرتبط وياهم في كثير من الفنون ألحان الصوت فنون السامري بعض الفنون المشهورة المشتركة مثل الليوة والطنبورة هذه كلها مشتركة بيننا وبين دول الخليج في المملكة العربية السعودية ما شاء الله التراث زاخر عندك في المجسات والعدنيات, والعدنيات طبعا الفنون اليمنية أيضا لها محبينها في الكويت وصار لها ثيمة عندنا عندها الكويت يحبون السمرات والجلسات فصار عندنا كم أيضا هذه الأشرطة في الفترة اللي طافت وصار يمكن وقفت المحطة الشعبية إحنا ما وقفنا إحنا كان في السابق المحطة تقريبا في عام 2011 تم افتتاحها لكن صار فيها تكرار بالمواد أيضا صار فيها جانب فقط كويتي لكن كثير من الناس كانوا يعتبون يقول التراث الخليجي وين نبي لانه فيه اشتراك فصار الحين إن شاء الله في تنوع في في هذه المحطة وإن شاء الله راح تعرض على 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 محطة, يعني الدانة محطة الدانه للتراث الشعبي وايضا راح تكون لها جدوله جميله وساعات احنا يعني ممكن انا بس اعطيكم معلومه ان كثير من هذه الالوان الغنائيه ايضا تحويلها ترى صعب يعني هذا الحين الاشرطه يعني نحولها من شكل القديم وايضا المسجلات الان قلت هذه المسجلات والقائمين على تشغيل هذه المسجلات ايضا نادرين صاروا يمكن تذكرين احنا أيام في التلفزيون كنا على الأشرطة الكبيرة نعم الآن ما شاء الله كل واحد عنده فلاش ويحط لك البرنامج, البرنامج تخيل الحين مثلاً هذه الأشرطة تحويلها يبي لها مسجلة خاصة وأيضاً نشوف هذول الأسطوانات هذول الأسطوانات أيضاً لها تحويل وشكل آخر نعم هذه الأسطوانات من جلسات قديمه لكبار الفنانين عبد اللطيف الكويتي عبد الله فضاله محمود الكويتي من الخليج وعبد الوهاب هذيل الاصليين ايش بيصير عليهم هذه الله يسلمك الحين كل شيء ما شاء الله العلم نور الحين ندخلها على الكمبيوتر يعني احنا نسجلها بالطريقه القديمه بس هالشكل القديم نبي إيه؟ نسوي متحف حق وزاره الاعلام في في عندنا يعني ما شاء الله عندنا تخيل الحين هذه تحويل هذه الاشرطه او تحويل الاسطوانات هذه ولها يعني يسمونها البيك اب ها القديم فتخيل لما ني نحول هذه الاشرطه او هذه الاسطوانات بشكلها هذه طبعا الاسطوانات ظهرت في اواخر الخمسينات بدايه الستينات أي. زين نروح حق الاسطوانات الاقدم ها اللي هي كانت الاذاعه تعتمد عليها في الخمسينات الاكبر اللي الاكبر يسمونها اسطوانات الحجر وهذه اسطوانات الحجر ايضا تحويلها عاد بالك ينكسرون ينكسرون <applause> هذه 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 يعني هذه الاسطوانات شوفي هذه الاسطوانات الحجر، مم. هذه اسطوانات طبعا اللي الكل الحين تشوفين كل بيت الحين صاير مثل الانتيك هذا. هذه, هذه الاسطوانات الان لا تقدر بثمن. تصل الاسطوانه يعني عشان تغايضين بعض الناس الهواة والمحترفين او اللي يحبون هذا النوع، يعني وصلت الاسطوانات 2000 و4000 دينار هذه الاسطوانه. هذه تفتح عليها مزاد. اي بالضبط نعم يفتحون مزادات عليها. لكن الان كثير هذه الاسطوانات صارت نادره عن طريق الانترنت نقلت وقامت تعرض فيها نعم كثير من هذه الاسطوانات تم نقلها الحين وان شاء الله راح تعرض على والجوده والجوده هم راح تكون في ناس اختقادة يحبون الخرخشة هذه اه يعشق الخرخشة عشان يرجعك للزمن القديم ففي الحين اجهزه او في انظمه داخل هذه الاسطوانه تعطيك ما شاء الله يصفيها نقاء النقاء لها لكن بعضهم يقول لا لا ما, ما بيها مثل ما هي نبيها نفس طيب الدكتور يعني بما ان ذكرنا المزادات وذكرنا هذا الارشيف في ناس يعني عندهم حب او اقتناء هذه الاشياء هل في اسطوانات او في ارشيف يعني اخذتوه من احد من برا شريتوه ولا كله موجود عندكم. ارشيف اذاعه الكويت من أسطوانات كثيره وتعرف الحين في 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 التاريخ او في الموروث الشعبي او في الفلكلور الشعبي اي ماده اذا قلنا حقوق الملكيه الفكريه اي ماده يطوف عليها خمسين سنه تصير حق للدوله تراث كثير عندنا الكاسيت اشكال الحين الكاسيت صار تراث احنا تذكرون يمكن الكاسيت كان ينباع بدينار ايامها 650 بعدين 700 واخر ايامه قبل لا ينقرض دينار ونص حل. الان رد صار سعره خمس دنانير اذا مغلف كسر ليش؟ يحب يحط الحين صار انتيك. الناس تحب الكاترج، الكاترج وصل من خمسه الى عشر دنانير، الاسطوانات وصلت الوحدة اذا اسطوانه متوفره 20 دينار، مو متوفره أخذت شيء من برا دكتور يعني. شوف المحبين، المحبين الاذاعه يقول انا عندي ارث من الاسطوانات سجلتها ونقلتها. يا ليت والله الكل يستفيد يسمع فوائد من عشاق الاسطوانات من عشاق السمرات من عشاق <applause> الجلسات في ناس هواة عنده في البيت يحب يسجل السمرات الجلسات فيسجل في تسجيل نظيف ويحبون العرض الـ الـ الشكل القديم حتى للسمرة أو للجلسة الشكل يحب القديم يحب الشكل القديم يبي التسجيل القديم نسمعه. والصوت نسمعه في بعضهم يحبون النقاء في, في التسجيل انا ودي أسمع التسجيل بصوت وبجودة عالية م. كثير من هذه الأمور قاعدين نحاول وإن شاء الله قريبا دان إن شاء الله راح تكون لكل عشاق التراث ويمكن اعتبوا علينا وايد وكتبوا بالجرائد لكن أنا اقول لهم ما يعني انا دائما مهتم بالتراث يمكن اغلب برامجي سنين بالتراث ودائما حريص على هذه المحطه بالذات لكن دائما الطموح اعلى انها تكون بجوده عاليه بيكون بشكل الان تواجد صوره جديده أي بصورة ايضا يعني الشباب لو تلاحظين يقول لك هذول اللي يسمعونه لا الحين لما تدشين الدواوين الدواوين للفرق الشعبيه راح تشوف اكثرهم شباب نعم يعني تدش مثلا فرقه بن حسين ما شاء الله الحضور كله شباب اللي يغنون فنون البحر أنت توارثوا بالضبط لما تروحين عند عيال الماس ولا عيال معيوف مجلي ولا فرقه الفنطاس كلهم شباب لكن ما شاء الله يمسك الطبل ويمسك الطار وعنده جاعدة وعنده صوت وعنده أداء دائما عندنا فترة من فترات إذاعة الكويت سجلت مئات الحلقات لكل الفنانين الشباب اللي غنون التراث الحين كله قاعدين يعني مثل ما تقول كانت مثلا على حلقات ساعة الآن قام نقصصها ونضبطها بحيث أن تكون في متناول وسمع للجميع <applause> نعم احنا بس نرجع نذكر بالترددات اذا ذاكرها ابو عبد الوهاب طبعا وها. دار الاذاعه 93 عند... نعم اف ام اف ام وعندنا دار الاذاعه 93.5 الح... و... الذكر الحكيم والذكر الحكيم على 3 و والله صدقني بنتين طبعا كل شيء موجود بالابلكيشن أيه أيه. ان شاء الله كلهم شوي. موجودين بالابلكيشن لان الصراحه الترددات عندنا وايد لان شلنا تردد حطينا تردد ساعات نغير. الأرقام بعدين الأرقام صعبه والارقام لا لا والله مو هي صعبه لكن وفي متناول الجميع لكن كلها ال... موجوده بالابلكيشن كلها موجوده بالابلكيشن والترددات لان ساعات احنا يصير عندنا ترددين م. تردد حق المنطقة الشمالية أمور الهندسية تردد للمنطقة الشمالية وتردد للمنطقة الجنوبية وتردد أيضا للمنطقة الوسط فتشوف التداخلة الداخلة <applause> <صحيح>. <الـ تصفيق> الله دكتور يعطيكم العافية ويعني أنا بعد أوجه رسالة للناس اللي عندهم أرشيف ومحافظين على هذا الأرشيف أريد يتواصلون ويا وزارة الإعلام ووزارة الإعلام بس علشان على الأقل ينقلون هذا الارشيف منك ونكون لك مشكور يعني عشان يعرضونه للكل بالعكس ترى في ناس كثير يعني ما شاء الله ما يقصرون يعني اغلب الهواة اللي عندهم اسطوانات يمكن انا حصلت على كثير من نوادر الاسطوانات يمكن راح تعرض لاول مره مم يمكن في ناس ما تعرف ان مثلا عبد اللطيف قنى الاسطوانه صحيح او محمد بن فارس من البحرين ما قنى الاسطوانه او المهتمين في جا ايضا هناك كثير من الشباب غنوا لحلاوة هذه الأسطوانات غنوها بشكل آخر يعني مثلا يمكن المتابعين لبرنامج دخينا يمكن سجلنا 150 أغنية مع الدكتور صحيح. أحمد الصالحي نعم. نعم. الأستاذ سلمان العماري سجل مجموعة من البرامج عندنا في ذاعة الكويت هذا نسميه أرشيف آخر يضاف بضبط للأرشيف بضبط القديم إلى جانب البرامج العدنيات والفنون هذه كلها إن شاء الله في إذاعة, اذاعه يا رب، داعك. مشكور وايد دكتور على وجودك معنا وعساك على القوه، مجهوداتكم رب. اكيد واضحه ونتمنى ان شاء الله مستقبل باهر دائما لشباب اذاعه دوله الكويت ودائما راضيين مستمعينكم. نعم انا طبعا خصوصا يعني الصراحه الداعم الحقيقي للعاملين في الاذاعه نعم. وقطاع الهندسه هم الزنبرك الحقيقي لل... ل... احنا شفت هذا كله الهندسه الصراحه اللي ما قصروا في اه توفير الموجات في توفير الاجهزه في توفير التقنيه الحديثه كلها بالضبط وايضا الشكر موصول لكل العاملين عيال الاذاعه من مخرجين ومعدين ومقدمين وايضا الاشخاص اللي قاعد تنقل هذه الاشرطه القديمه الصراحه مم. يعني انا ما ودي لكن اسماء كثيره في اذاعه الكويت. جواكم الله دكتور جزير. على كل هذه الجهود اللي تقومون فيها ودعمكم لهذا التراث الكبير. الله يحفظكم مشكورين جواكم الله شكرا. شاء الله يا هلا ومرحبا. عندنا فقره مسجله لاستراتيجي مع ساره اسحاق بداية كل مشروع تركز على نقطة مهمة دراسة المنافسين يعني شلون تقارن المنافسين المباشرين والغير مباشرين تشوف الوضع المالي أو المادي لهم شنو الأشياء اللي مركزين عليها تشوف شنو طريقة البيع شنو الخدمات اللي يقدمونها طريقة عروضهم وشنو المنتجات اللي مركزين عليها في البيع هذا وايد مهم هم مهم انك تركز على الفجوات اللي موجودة في السوق وتشوف شلون منافسينك يستقطبون عملائهم الجدد <applause> ورجعنا لكم مع بروجكت خاص في الغضبان وحياك الله الله يحييك زين التقينا اي والله مشروع ابداع من عشر سنوات ما شاء الله الله يوفقك اللي هي شركة زهور أكيد صح؟ صح زين قولي لنا عن تجربتك شلون جاتك هذه الفكرة أو متى قررتي أن أنت تاخذين هذه الخطوة؟ أه تقريبا قبل عشر سنين ب 2013 قررت أشتغل يعني تحديدا بالورد تنسيق الورد أه طبعا مع مرور الوقت والزمن والتطور اطور الاشياء يعني قبل اول ما بلشت كنت فقط بوكيهات ورد بعدين ب 2015 دخلت الاستقبالات بعدين الاعراس حفلات الملكه يعني بين فتره وفتره على حسب السوق شنو يحتاج انا ازيد اضيف خدمات بالشركه صار في توسع اكبر يعني أي. حتى لما ادخل بدأ. انا الاكونت اشوف ما شاء الله حتى طريقه تنسيق الورد، انواع الورد، اختلافها، حتى في تجدد حتى في هذه الاشياء دائما اصحاب شركات الزور لازم يركزون عليها. طبعا طبعا لا شك إيه. لان في بعض الاوقات لما أنا ادخل اكونت اشوف الصور يعني ما فيها تطوير، هل تاخذون دورات؟ هل مثلا الفلورست نفسه اللي انت تجيبينه يكون هو مختص في هذا المجال انه هو يطور او يكون ابديتد اول باول بالاشياء الجديده؟ هي, هي المهاره لازم تكون موجوده، مهاره تنسيق الورد. مع الايام مع التطور مع التطور اذا المهاره الاساسيه موجوده سهل انك انت تعلمين الفلورست انه يطور مهاراته يسوي شيء جديد يبتكر شيء جديد شنو السوق يبي شنو الزبون سبي. اذا لاحظت طريقه طريقه البكاهات قاعد تختلف حتى وايد بالبوكيشن بال... بال... يتكون منه صح يعني قبل خلاص كنا نتعود كنا متعودين نطرش بوكي ورد تنسيق ورد وخلاص بعدين مع الايام دخلنا الكاكاو مع الايام دخلنا العطور صح. مع الايام دخلنا البخور الحين الأي... بهالايام قاعد يحطون ديفيوزرات مبالغ الكاش يحطونها مع بوكيهات ورد فحتى شنو تضيفين مع بوكيه ورد مع البوكيه اللي بتطرشينه قاعد يتغير مع كل مع كل فتره وفتره تحسين شنو اصعب هل الحين ولا قبل من ناحيه مبيعات ومن ناحيه هم طلبات الكاستمر نفسهم شوف الحين بهالوقت مع الانفتاح مع السوشيال ميديا صار شويه الشغل اصعب والدليل انه اذا لاحظت الحين المحلات استمرارياتهم ترى صعبه آه المنافسه تكون ايه المنافسه كليرة. شديده مم. الزبون صار ذوقه صعب مو اي شيء يعجبه صار عنده ثقافه تحسن صار عنده اويرنس وعي بالشيء اللي قاعد يختاره يعني حتى الزباين يعني حافظين انواع الورد يعني قبل آه الوحده مثلا يلا الهيدرنجا الروزز حلو، الزباين صاروا عندهم وعي يعرفون انواع الورد مم. تكلفه الورد يعني اذا مثلا اعطيتهم سعر مبالغ فيه يدروننا مبالغ فيه اذا السعر مناسب يدرون مناسب مم. مناسب فصار في وعي بالسوق، فهذا الشيء زين لنا، وان احنا نطور من نفسنا، الزبون هم يساعدنا بالاختيارات، ساعات ينورنا على اشياء معينه، الفازه نفسها لازم ما تكون يعني كلاسيك دائما، لازم في اشياء غريبه، دخلنا الخشب، دخلنا الاكليريك، أنواع الفازات الصدفيه. حتى الجلد دش بفازات الورد، فالزبون يبي تنويع يبي تطور ما يبي ستاندر معين تمشين عليه. صح، هل تحسين العميل قبل كان يعتمد اعتماد كلي على مثلا المحل نفسه، هل في اشخاص او مثلا كاستمر التقيتي فيهم يطلبون من الجمله مثلا او مثلا يقولون انا محصل هذا الورد بهذا السعر في. يفاصلك على السعر نفسه؟ في 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 يعني في في ناس يفضلون الجملة وفي ناس لا يفضلون يعني البراند نيم محل معروف و ويكون يعني هاي كواليتي ما يكون يعني مثلا يكون عليه البراند الفازة تكون عليها لوجو الشركة لوجو المحل فالناس اللي تبي شيء ما تتجه حق الجملة تبي تبي تروح حق محل معين لا اسمه بالسوق أنا قبل كنت أحس إن محلات الورد نفسهم شغلهم سهل سهل الوصول له، كنت حتى لو تروحين مثلا اقرب محل ورد تنزلين عادي تقدرين تشترين منه، الحين احس صار لا في ماركت سيجمنت معين حق مثلا هذا المحل او مثلا خلاص يصير لويال كاستمر حق هذا المحل مع الوعي، بس شنو الشيء اللي الحين احسه سهل؟ الشيء اللي احسه سهل انه صار العميل يبتكر معك افكار مثلا أنت وقت يقول لك مثلا حطي هذا الشيء مع هذا او ابي اركب هذا الشيء مع هذا حتى في اختيار الالوان قام هو يتدخل بهذا صح الشيء فاحس هم هذا المجال اصبح اسهل مع التطور مع السوشيال ميديا خصوصا انه صار الانترنت بليد تستخدمينه بالتليفون تسوين سيرش سير. المواقع حتى أيه. المواقع اللي تكون انا عندي أبديتد. عندي زباين يوم تحجز موعدها طابعت لي اوراق اي 4 ايه أو تحت كل صوره شرح كاتبه يعني في زباين انزين. بالتفصيل يعرفون شنو يبون في زباين يعتمدون عليه اعتماد كلي اي ما شاء الله انزين بالنسبه حق المنافسين بالسوق شلون قدرتي ان انت خلال هذه السنوات تثبتين نفسك الحين تو ذكرنا احنا قلنا ان هويه المشروع نفسها انت هذه من الاشياء اللي تكون يعني اسست مع العملاء لويالتي او ثقه نقدر نقول فصار في استمراريه بس بالنسبه حق مع المنافسين شلون قدرتي ان انت تثبتين نفسك بناء على السوق نفسه والاشخاص اللي حولك هم عندهم مثل ما قلتي انه الحين الاغلب صار عنده آه هذا الشيء واصبح سهل ان هم يفتحون هذا المشروع. صح صح، تجديد صار، مم. التجديد مهم بكل مشروع لازم الواحد يكون متجدد، آه احنا متجددين بالفازات دائما اول باول كل سنه نجددهم، نشوف شنو الترند، شنو المطلوب، آه حتى يعني ساعات لما يجونا الزباين يسالون مثلا عن فازه معينه، عندكم هالفازه عندكم فإذا شفت انها مطلوبه اوفرها للزبائن اوفر الشيء اللي هم يحتاجونه الصواني متجدده انواع الورد نختار دائما انواع ورد غريبه مو مالوفه طريقه التنسيق آه هذه الاشياء هي تضمن لك وجودك بالسوق تكونين راكزه على الارض <applause> عرفتي؟ فهو التجديد هو شو تشوفين هذا الشيء اللي قدرتي تتغلبين فيه على المنافسين في السوق او في هذا إن المجال. انك تكونين يعني حافظة على محافظة على دائما على على, على نجاحك وعلى وجودك بالسوق اي. بالضبط، انزين، شنو اه تحسين اذا الحين مثلا شخص وده يبطل اه محل ورد، انا مثلا بالنسبه لي بالشركه يجون لي كلاينتس يكونون حاطين ببالهم ميزانيه معينه علشان انا ابتدي مشروع الورد. كم يكون عندي انا في بدايه راس المال اقل شيء فلنفرض شوفي على حسب يعني انا اشوف في ناس ساعات يبالغون مم. المبالغه انت عارفه يعني بالبزنس المبالغه بان الواحد يحط راس مال كبير وهو المشروع ما يحتاج ممكن يبتدي بكم؟ اي يعني انا ما بصدمك انا في واحدة من الكلاينتس اللي عندي اشتغلت معهم ابتدت ب 50 دينار بس هون بزنس هوم ايه. بزنس بس احنا صار عندها محل ايه. ما شاء الله ايه. الله يوفقها هذا على ايام قبل وايد صار نشتري بدين 50 دينار الحين اذا بنتكلم عن هوم بزنس او اذا شركه يعني قائمه اذا هوم بزنس طبعا مبلغ بسيط لانه ما راح تحطين في بالك ديكور وايجار وموظفين إذا إذا شركة يعني تبلش من 15000 وصاعد، أيه. بس دائما أنا أقول لا تبالغون يعني لا تختارون إيجار غالي، لا تختارون مساحة مساحة كبيرة مساحات كبيرة لأن الحين محلات الورد دائما يطلبون الناس أونلاين يعني ما يتعنون للمحل، أيه. فحرام الواحد يتكلف ياخذ إيجار عالي أو يسوي ديكور متكلف فيه هو بالنهاية مو مطعم الناس ما راح يقولون داين إن، يعني راح يجون يشترون أو بالأونلاين يشترون انزين قولي لي شنو الشيء الاخير اللي ممكن توصلينه حق اي شخص مثلا يكون توه يبي ياخذ اول خطوه انه يفتح محل ورد. اقول لهم ان المشروع وايد حلو آه بس يحتاج جهد وتعب وصبر, وصبر في صبر البدايات. اي فعلا صبر وطوله ايه بال. اي بالضبط. يعني مو من اول ما يفتح هو يحس انه لا 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 شيء اي 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 وتحسين انه, up and down up and down ايه انه في اب آند داون احس بالبروجكت في اب آند داون اي لان بالسنه انت عندك المواسم مثلا عيد الام، اه الفالنتاين، عيد الفطر، عيد الأضحى، رمضان، هذه مواسم، في لك اشهر ما فيها مواسم نهائيا فهذا يسوي لك اب داون بالمشروع بعد بس انت مش انه لما يصير داون ترفعينه اب يعني لازم يكون في اصرار وعزيمه اي بالضبط وصبر صبر ان شاء الله باذن الله والله يوفقهم جميعا والله يوفقك اجمعين يا رب حبيبتي ساره ما قصرتي وايد استمتعت باللقاء واستفدت منك حبيبتي, حبيبتي حبيبتي كل الشكر لك وبكذا نكون خالصين وننتقل معاكم بالحلقه الجايه مع مشروع اخر وانا بروح وبنخش وبنخش وعرفني وين بلبد وين بلبد. قدرت يكون لها بصمه بالساحه الفنيه الكويتيه والخليجيه رغم غيابها. مطلوب وايد يا نوره. والطالب وايد، انت اذا عطوك بتعطي غيرك. ثقافتها الفنية والإعلامية خلت الأضواء دايماً تدور عنها. يا تسلم علي؟ ايه هلا هلا والله فيج هلا. أعمالها راسخة بوجدان جمهورها، لأدائها شخصيات متميزة. عمل الجيد. تابعتي إيه تابعت يعني مقاطع منه. تبقى فنانة من الزمن الجميل، ما زال عطائها الفني والإعلامي متواصل. الفنان إستقلال أحمد، الحين في ليالي الكويت <تذكر> لي فرغت <تلال> لها الكويت <applause> بلادنا حلوه حلوه بس الوطن ماله مثيل اكيد احب الوطن ماله مثيل <applause> آه، يمكن انا يعني كنت واعية هذه الاغنيه يعني. وهذه المسرحيه يعني يعني من اول مره حفظناها هنا وليل الحين يمكن استمرت يعني هذه الاغنيه من ذكريات الطفوله الجميله واللي فعلا يعني لغايه اليوم بالاحتفالات الوطنيه لازم نغنيها واتوقع ان اي احد سمع الحين هذا وكان عايش هذاك الوقت او الجيل هذا الجيل يسترجع ذكريات الاجيال اللي تاليت هم من يستمعون حق احلى الاغنيات الوطنيه خصوصا مسرحيه السندباد البحري لا احنا تو لما شفنا البرومو للفنان استغلال احمد كل عمل نشوفه نقول الله الله طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا اول شيء نحب نشاركين تشاركونا فرحتنا وفي فبراير ووجود ضيفتنا اليوم الفنانه استغلال احمد فاي احد عنده مشاركه للعياد الوطنيه او لفنانتنا وضيفتنا الفنان الفنانه استغلال احمد على هاشتاج لال الكويت نتمنى تشاركونا ونقول مساك الله بالخير ويا اهلا وسهلا نورتينا وحياك الله الخير والنور ان شاء الله مساكم ومسلي يشاهدونا وانا سعيده ان تواجدي في في البرنامج يكون متزامن مع الاعياد الوطنيه فاكيد يعني هذا يزيدني شرف وسعاده اني اكون موجوده بس بضيف نقطه في حواركم اللي كان مع بعض عن بلادنا حلوه كل الاجيال ترى كل البلدان الخليجيه في كل عيادها يحطون الأغنية وأصبحت برنامج ثابت لرياض الأطفال في العيد الوطني صحيح. للمدارس في العيد الوطني المدرسات دائما يحفظون عيالهم تعبير يعني عن محبة الوطن لازم تنقال هالغنية وتتغني <applause> جميلة حفظتها ولا نسيتيها يعني أكيد حفظ الكلمات إيه يلا إيه غني لنا <applause> إياها شو رأيك لا أكيد لا أكيد ليش لأن يعني أبي نظل نحافظ على قيمتها <applause> أكيد أكيد على قيمتها وجمالها و يعني الصوت اللي كان, كان أفضل قاعد <applause> يزيد مع الوقت قاعدة يعني تنغرز زيادة ونحبها زيادة والكلمات الجميلة هذه جداً المفاهيم الرائعة اللي كانت موجودة ايه في المسرح ايه قديما مسرح الطفل كان من أهم المسارح اللي موجودة بالوطن العربي خصوصا عندنا بالكويت وبالخليج كان في اعتناء مهم جدا, جداً بهذا. المسرح اللي يعتبر يعني صراحه آه رافد اساسي لتربيه الطفل والمساعده على اتساع افاقه بشكل كبير. بدون شك بدون شك قبل وطبعا هذا ما يعني اللي قاعد اقوله انه في اساءه لل فيما بعد في لكن نفس الجوده استمرت لسنوات الحقيقه في مسرح الطفل آه ما ادري شلون صارت الامور او يمكن صار الاهتمام قليل او صار المسرح الطفل مسرح مناسبات. والاعداد او التجهيز لا جدا قليل الوقت يمكن ما يتجاوز ما بين استعداد وعرض وكتابه وكذا شهر يعني اعتقد اقل من انه يعني يكون بمستوى تقديم قيمه للطفل نعم. ما ادري الاسباب شنو لكن يعني مثل ما صارت الحياه كلها سريعة. استهلاكيه وسريعه واظن ان يعني هذه الموجه ايضا مرت على مسرح الطفل نعم ممتاز احنا يعني الفنانه استغلال احمد تاريخ كبير ومسيره طويله اكيد لكن انا ببتدي من حيث انتهيتي في اخر يمكن ما قدمتي في صباح الخير يا بحرين و في الاذاعه في الاذاعه اكيد وتاريخ بالاذاعه يمكن اكثر من 30 سنه وفي ثلاثين سنة. وفي هذا البرنامج اعتقد 30 سنه صباح الخير يا بحرين البرنامج لكن كتبتي في السوشيال ميديا ان الى هنا وتنتهي محطه او محطه من محطات حياتك في الاذاعه او انفهمت يمكن بعض الناس في فسروها او فهموها ان انت خلاص حضرتك يعني بتوقفين عن الاذاعه ولا بتوقفين عن صباح الخير يا بحرين ولا شنو اللي صار؟ اللي حصل وانا عموما تقاعدت تقاعد, تقاعد مبكر من تقريبا ست سنوات ولكن باتفاق ما بيني وبين الإدارة طبعا اللي يرأسها الأستاذ يونس سلمان مدير إذاعة البحرين هو أخ وصديق بعيدا عن كونه يرأسنا كمدير للإذاعة كان يعني اتفاق شرفي أو ما بيننا وبين بعض ودي إنه على شرط انك تبقين في صباح الخير ويا على هواي يعني على ما انا اتمنى، صباح الخير انا اسسته مع الاستاذه الكبيره عائشه عبد اللطيف، وانك تعمل فيه 30 سنه يصبح اكثر من كونه برنامج، اكثر من كونك تحضر لعمل، كان عشق. كنت اقول حق يعني زملائنا الشباب والشابات اللي هم ينظرون لي كأم وأنا أنظر لهم بالفعل كأبناء وأنا أتشرف أني كنت بجانب أن أنا زميلة كبيرة لهم أنا معلمتهم وهم أيضا يعترفون بهذا كنت دائما أقول لهم أقول لهم إذا طلعت إجازة ويت أبوس الميكروفون الله والله العظيم هذه حقيقه اشتاق للميكروفون اللي يعني. ليش قلت كتبت هذا التعليق تحت البوست في فتره من فترات تحس بغربه في المكان ما ادري ليش واستشعرت انه لازم اغير اني انا ابتعدت عن الاذاعه وانقطعت عن الاذاعه الإذاعة بيتي ومكاني ونضجي وحياتي وجزء كبير من حياتي بعد <applause> الى الان انا يعني الاذن او مثل ما التصريح مالي قائم والاذاعه اقدر اروح لها في كل وقت معناته مثل ما تدخل بيتك وانا يعني اكاد اجزم اني على يقين لو انا قلت للاداره اني انا باكر عندي فكره برنامج وبقدمها سيرحبون لان يعلمون ان انا يعني وهذا شرف لي ان ركيزه من ركائز الاذاعه حتى وان يعني تقاعدت ولكن التعاون ما ما له علاقه، البعض يتصور ان انا تركت العمل الاذاعي او الاعلامي بل بالعكس اصبحت حره اكثر اقدر يعني كانت لي كثير طيب دعوات خارج البحرين لاني ملتزمه بعمل ما اقدر البيها، الان لا انا حره اقدر اعمل باي مكان. يعني نفهم من كلامك انه لو تم العرض على حضرتك العمل مثلا دراما اذاعيه في اي دوله من دول الخليج ممكن على تم الاستعداد نعم ما نعم. زالت عندي الطاقه والمقدره والحب والشغف ان انا اشتغل هذا اهم شيء الشغف يظل موجود بدون شك. طيب عيل بطمع شويه لو دراما تلفزيونيه <applause> <applause> هذه ما لا اقدر اقول فيها اي ولا اقدر اقول فيها لا، ليش؟ لانه يعتمد على ماذا يعرض؟ لانه بالفعل تم عرضه علي اكثر من عمل، عملين اعتقد وما لقيت نفسي فيهم مو لو برجع مو برجع بهالصوره فاعتذرت بلطف وشكرتهم ان انا يعني من خياراتهم او من الناس اللي تمنوا أن يكونون في العمل. نعم، وش اللي <applause> ببالك أستاذ استقلال بعد هالعمر هذا الطويل شنو تحسين أن خاطرك تقدمين؟ انك تبنين على ما سبق. أي. يعني ما تين تكونين خالة فلان يعني او ان مثلا ام زوجة فلان في يعني عمل انت في مثلا إيه راح تكوني 12 حلقه ما يهمني انا 12 حلقه ولا حلقتين انا يهمني وين اكون شخصيه محوريه مثلا بالضبط دور رئيسي بالضبط وانه يناسبني ويشبهني وما اكون متطفله على العمل ولا يكون العمل يفرض علي ما لا يروق لي يعني عارفه نعم ما اتشرط لكن في لا شك انه شيء يشبهك اكيد شيء انه اعتقد تلقين نفسك فيه طيب استاذه استغلال يعني شاركتي في عمل انا عندي نص مع الاستاذه سعاد عبد الله اعتقد واحد مشهد واحد, نعم. ليش كان فقط اكتفيتي بمشهد واحد هو مشهد اكيد انه جميل كافي وجوده طلال <applause> لانهم طلال اولا لو كانت ام طلال قالت لي بتمرين كذي محبة فيها كنت بوافق الله اتصلت علي وقالت لي طبيعة العمل اللي هي تتكلم عنه عملها وقالت لي انه راح يكون كذا وكذا وانه هذه الانسانة البسيطة اللي في العمل عشقة هذه الفنانة اللي اعتزلت وانا راح استخدم صورك في العمل كله وكذا وانت راح تكونين في مشهد والله ولا بدون اي تفكير تم تم بيت. ولا تحسبت ولا ولو ينعاد مرة ثانية وتطلبها مني السادة سعاد والله أني أوافق وكل سعادة الله. لما تين حق شخص تحبينه ما تفكرين بعد بالأشياء اللي زين استاذ استقلال يعني لما ذكرتي ام طلاله الله يعطيها الصحه والعافيه يعني اتذكر خالتي قماشه وكواليس العمل وانت كنتي الدلوع اللي موجوده شلون كان الوضع ويعني شلون كانت الاجواء بصوره عامه بينكم بين بعض بوجود ايضا الفنانة الكبيره حياه الفهد مريم الصالح مريم الغضبان اسامي اسامي ضخمه جدا لو يعني وطبعا وعلي المفيدي رحمه الله عليه الله يرحمه علي اللي توفى منهم ويعطي طول العمر ان شاء الله والصحه للموجودين العمل هذا اسمه عمل النجوم كان ما في اعتقد عمل يعني كان في كم من النجوم مثل خالد قماشه لدرجه ان يعني احتار المخرج شلون يحط الاسماء من يكون قبل من ومن اللي كانت صعبه المساله عليه شلون يحطها يعني توصل الى مساله الدائره نعم ان الاسماء تدور حتى ما حد يكون اول او حد يكون الثاني وهكذا طبعا النجوم الكبار اللي هم اساتذتنا احنا نعم كنا في عقب في يعني اسماءنا حطت كما يليق بها يعني نعم لكن الحقيقه يعني هذا العمل احس انه كل ما كان في مدرسه اول مره بحياتي اشتغل كوميديا وكنت ميته من الخوف أن الناس ما راح تتقبلني الحبيبه انا البنيه اللي الكل كان يعني الادوار كلها كانت آه اللي الكل ميت فيها اللي او الحزينه <applause> إيه او فإن اكون هبله ومخضله ويعني كان صعب وايد علي ليه يعني الخوف من العمل ليه لين تم عرضه ويعني ما اتذكر من من يعني النقاد او الكتاب كتب انه يعني اجمل ما في خالتي قماشه استقلال احمد وعلي المفيدي، عنوان كان فكان يعني هذا ما تدرين ايش سوى فيني يعني طبعا قياسا بالنجوم الكبار والاداء الرائع اللي كانوا يسوونه ما في احد ما كان يعني تمت اضافه لنجوميتها نجوميه خالتي يعني احنا كنا نحس ان أنا في هارموني فظيع يعني بينكم وبين بعض كواليسكم شلون كانت يعني روعه اللي اللي يبشي ياكل ناكله ناكله كلنا انا اجمل ما في خالتي قماشه وهذه دائما كنت اقول حق بناتي واقول حق زوجي ساعات اقول لهم في البريكات ساعات نقعد في الكافتيريا اذا تذكرون هاي الكافتيريا احنا في نفس تصوير كان بنفس. في نفس نفس السجن اذا بتلفزيون الكافتيريا احنا في الدنيا فيها بس أي. نطلع من هني اللي ما بيننا وبين الاذاعه أي. في كافتيريا تفصل ما بين السن اذا <applause> موجوده اي موجوده موجوده بس تغيرت <applause> <applause> <هي>. بس جددوها انزين <applause> <applause> المهم فكنا نقعد هناك والله يذكرها بالخير مريم الصالح منواف حبيبه قلبي كنا نقعد وكانت وايد تنصحني وايد انا كنت مندفعه وقتها اذا عصبيه اذا قالوا الحين المشهد وبعدين غيروا ما يعني بين وبين وعصب تعرفين ذاك السن يعني كانت يودني تقول لي وانا طبعا لا العشرينات استاذه ايه 20 تقريبا 20 21 عشرين عشرين. كانت تقول لي وعقبها تقريبا بسنه وسنتين اللي تزوجت تقول لي ترى انت اذا تزوجتي وظليتي على هالطبع ما حد يبيك <applause> فكانت يعني نصيحه نصيحه الام <applause> الاخت كبيره <applause> ما نسيت والله العظيم سوالفها يا جماعه سوالفها ما سوال كنتي عصبيه ما كنت عصبيه تعرفين لما ندفع أيوة. الحين لما اتذكر طبعي واشوف نفسي انا ايش كثر عدي وايش كثر اتوقف وايش كثر اسكت ايش أيوة. كثر اكثر شيء يعني يمكن يميز شخصيتي اللي ما يعجبني اسكت <applause> ما علقوا حتى يتعجبون ساعات عيالي وبناتي ليش ما قلتي لا ليه انا اسكت يعني السكوت اللي ما هو قبول لكن ما يدخلش فيه مهاترات صح 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 ما كنت كذي انا ما كنت كذي <applause> طيب آه فرسان المناخ فرسان المناخ بس عندنا اتصال او شيء بعدين بنسولف عن فرسان المناخ طبع. قولي الو انا اللي اقول هلو. قولي الو الو هلا السلام عليكم هلا <applause> من يا هلا هلا وغلا هلا في يا الصوت <applause> <يا حبيتي. تصفيق> هلا <غلق. هلو> <applause> بالغالية هلا والله حبيبة قلبي شلونك حبيبتي وشلون العيال والاهل ان شاء الله كلهم حبيبة قلبي كلهم بخير انت شلونك شلون صحتك؟ <applause> انا احمد الله ونشكره على كل حال يا هلا ويا مرحبا انت حبيبتنا وحبيبه الكل وما حد نساك لا حد الاستاذه مريم الصالح مساك الله بالخير وحياك الله في الاهل الكويت الله يحييك يا اهلا فيوكوك. وسهلا الله يسلمك يا هلا ومرحبا من نواف ومنورتنا دائما وقاعده تسولف الاستاذه استقلال تقول على النصايح الطيبه الجميله اللي, اللي كنت تعطينها طيب. اياها بالكواليس اي يعني انا طبعي كذي اذا شفت شيء لازم اتعهد ما اعرف اسكت في ناس يطوفون في ناس ما لهم شغل انا مكاري انا لا انا كاري كل شيء كاري اي والله ولا انسى والله يا منور ولا انسى أكيد من محبتك اكيد الله حبيبتي من طيبك والله واحنا ما نسيناك وانت فنانه رائعه واعمالك حلوه ومسرحيات الاطفال كنتي رائعه فيها وللحين اللي يغنونها اللي بلادنا حلوه يا عمري وما لها مثيل هذه انا يعني دائما استانس لما اسمعها بهذا العمر والسانسة ما اسمعها بعد عمري بعد عمري يعني ايامك و... الحلوه نواف انا ما تتخيلين الى الان لما يصير بيننا اتصال ونسولف الى الان انا اسعد باللي تقولينه واستفيد من اللي تقولينه وسعيده حبيبت. يمكن من حسن حظي يعني الى الان بيننا هذا التواصل الله يطول بعمرك وإن شاء الله يعطيك الصحه والعافيه حبيبت. يا رب انت اصيلة أنتي اصيلة من طيبك يا ستلاي الله يخليك ويحفظك ان شاء الله الله يحفظك كل شيء والله يعني الواحد ما ينسى شوفي الطيب ما ينسي اكيد اكيد أيوة. والله زين هي قالت لنا كنت تنصحينها وتقولين لها لا تعصبين ترى بعدين ما حد يبيك ما حد راح يتزوجك <applause> انا اقول لهم لا تعصبون وانا اعصابي وانت عصبية بعد الحين بعد ما مع <applause> الله يجيركم ويحفظكم من مع المرض والكيماوي وهذا <applause> طولة العمر يا رب طيب الله يحفظك الله يعطيك يحفظ. الصحة والعافية كبرنا كبرنا قمنا ما طيب. لا إيه؟ مشكور على مشكورة على الاتصال والله اسعدتني والله المداخلة الله يحفظك مشكورة وايد استاذة مريم وعساك على القوة والله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله شكرا كل الشكر لك الفنانة مريم الصالح كل الشكر لك أهلا ومرحبا فيك واشوى اشوى معصبت علينا سهرناها ترى الحمد لله انا ما عصبت احنا بعد هذا الاتصال عندنا تقرير عن الاغاني اللي قدمتيها في الاعمال خلينا نشوف هذا التقرير وبنرجع نسولف وياكم قدرت توظف صوتها وموهبتها بالغناء بأعمالها الفنية بناءها بالمسرح كان شعله حماس للجمهور اللي ردد وياها رحلات السبعه مشهوره ومعروفه بكل وبالدراما رسم كثير من الشخصيات اللي جسدتها بالمشمش تلقاني ويه, ويه بالمشمش تلقاني والله لا تعبك لا تعبك ليه ما تقول ليه ما تقول ماني بلاعب ماني ماني بلاعب ماني الجمهور حب صوتها وكل النجوم اللي شاركوا معاها صفقوا لها <applause> انا قاعد اشوف التفاعل في تويتر والناس ترحب فيك وتقول يعني مشتاقين نشوف يعني في تلفزيون الكويت وحضورك اليوم ويانا في الكويت ومثل ما شفنا قبل شوي بالتقرير الاغاني اللي قدمتيها من الاعمال واللي للحين نستذكرها يعني واللي سمع الاغاني او عاش هذاك الوقت يعني او هذيك الفتره للحين يستذكر هذه الاغاني. من الاغاني اللي انت يعني لها قصه يعني وياك او إن ما كانت لك مثلا وانت غنيتيها في شيء تستذكرينه؟ في في اغاني كانت لي ونسب يعني ونسبت لاحد غيري شلون؟ في مسرحيه للاطفال هي علي بابا مم. علي بابا والأربعين حرامي عملنا البروفات وسجلنا الاغاني وسجلت طبعا انا الاغاني صوتك. اكثر من هي اكثر من خمس اغاني كانت انا وعبد الرحمن العقل اخوي يعني عزيز علي جدا يعني صراحة نعم. وللأسف الشديد وضعي الصحي كنت وقتها يعني مع الحمل بأمر من الدكتور إن أنا ما ما لازم أتحرك وقتها وما كملت لش. العمل نعم. هاي شيء طبيعي يعني فالعمل خذيته وقتها بدالي هدى حمادة مم. ونزل نزلت الأغاني بصوتي للاسف ما كان في تنويه ان العمل يعني ان الاغاني شاركتي بهذا العمل يعني صوت بأغا... صوتي صوتي الاغاني لي كانت فالكل كان يعني يعتقد ان الاغاني هذه الصوت يعني بها طيب الاغاني بصوتي ما, ما طالبتي بهذا الشيء؟ لا ما طالب انا لان عبد الرحمن العقل انا بالنسبه له يعني ما بينا انا طالب ولا أقول آه أنا هو أنا عشان كان بالعمل عشان كذي ما طالبت اي ما طالبت لكن دائما يعني البعض يقول اللي يعرف صوتي يقول انه كان في خلاف وحتى للاخير هدتهم اه أوكي. يعني ما كان عشان يعني خلاف. مجبر اخاك لا بطل يعني نعم. لظروف صحيه الحقيقه. نعم. أه ساعات تقعدين كذي بينك وبين نفسك تتذكرين هالايام، تتذكرين هالذكريات الجميله، شنو اكثر شيء يخطر على بالك؟ الاجواء الحلوه، الروح الحلوه الاشخاص الاشخاص الاداء، الجمهور، شنو بالضبط؟ يعني شوفي انا في كثير اشياء تمر عليك. تظلين تتذكرينها الحلو تتذكرينه ويعني تشتاقين له لحسن حظنا احنا مم. كجيل ما كان في خلافات ولا كان في حسد مم. ولا نذكر ان احد كان يحمل ضقينا على احد او احد حفر على احد او احد اشتكى على احد مم. او كان في عقد وما حد التزم به او ابدا مم. يعني كانت الامور تمشي بسلاسه كان الكل وكان في الكلمه كفايه ولو كان في احترام وحتى لما يكون مثلا ومثل مثل يعني اللي نسمعه الان يعني كان الاسم قبل اسمه قبل اسمي ما لنا شغل في يحطنا المخرج وين ما يبي يعني الاسم اللي يشوفه بس تقول انحط يعني وهكذا هذه الامور تشوفينها أنه جزء من الحياه وقتها حلو اللي مو من شوي ترى قالوا زمان الطيبين طيبين. طيبين والله فعلاً. فعلا والله العظيم كانوا الناس طيبين محبة وذوقا وتصرفا واحتراما علاقاتك كانت جميلة جدا مع كل الفنانين، بس كان في شيء يميز الراحلة الكبيرة عايشة إبراهيم، شنو هالعلاقة الجميلة اللي جمعتكم رحمة الله عليها؟ رحمة الله عليها الله يرحمها ويغفر لها، للعلم ترى الفنانة الراحلة عايشة إبراهيم هي الوحيدة اللي حضرت عرسي في البحرين في البحرين أي. يعني عزمت اكثر من طبعا عزمت يعني ام طلال لكنها كان عندها ظرف وانا اقدر يعني وعزمت اكثر من احد عبد الرحمن حبيب قلبي اخوي نعم. حضر العرس نعم. رحمه الله عليه المرحوم جاسم الصالح نعم. محبه فيني وتقديرا وانا احس انه ابلي كان حضر نعم. يعني العرس الكبير رحمه الله عليه الفنان الكبير الاستاذ عبد الحسين عبد الرضا كان هو واسرته في القاهره وارسل ورد واكبر باقه ورد في العرس كانت الله عليه ف... لكن الله وجود عائشه ابراهيم وحضورها من من منطلق يعني اكثر من عمل جمعني بها، اجازه ام كانت هي امي اول تمثيليه بطوله مطلقه لي كانت هي دتي اللي تمثيليه منى اكثر من عمل كنا التقينا فيه وآخر عمل بعد اللي هو فرحة أمه أيضا كانت في العمل لذلك يعني علاقتي فيها كانت وايد علاقة ود رحمة الله عليها وتكريماً لها العلاقة تعنت ويت البحرين علشان تحضر رحمة أرزم. الله عليها رحمة يعني الله مثل ما عليها. تفضلتي قلتي زمن الطيبين أو جيل الطيبين يعني لما نسترجع خالد النفيسي بعد النفيسي <applause> ولا الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه ولا الصالح ولا علي المفيدي ونشوف الاعمال درب الزلق ونشوف خالتي قماشه نشوف حامي ديار حبيب ام حامي انا ما كنت فيه فرسان المناخ عفوا فرسان, المناخ, فرسان المناخ. نعم إيه يعني هذا الكوكب من النجوم وكل كل كاسره واحده كنتم متواجدين لكن في مسرحيات يعني كنت بوسط نجوم يعني نجوم الكوميديا كانوا وقتها وانت يعني وكان دورك يعني ما ما كان في الكوميديا اللي نفس ادوارهم شلون كنت تمسكين نفسك على المسرح وجود هذول العمالقه موجودين؟ يعني احنا ترى بعض الاحياء مثلا راح اقول لك عن فرسان المناخ. يعني انا لي لوحه فنيه غنائيه مع الله يرحمه ابو عدنان. وفي اكثر من لوحه مع يعني امي وابوي إنه ما شاء الله يرحمه والله يعطي طولة العمر ابراهيم الصلال وابو عدنان. فكانت هذه طبعا كل يوم الحوار غير كلهم يعني خارج كوميديا وانا إيه يعني في الوسط ما ايش اسوي لازم تشاركهم يعني الاجواء الجميل ان انا شاركت في اعمال يمكن اكثر من خمس ست اعمال العنصر النسائي الوحيد نعم درب الزلق درب الزلق العنصر النسائي وطبعا النمش شخصية لكن لا فعليا العنصر النسائي تقريبا الوحيد <مممم> في فرسان المناخ العنصر النسائي الوحيد <مم> مسرحيه جسوم ومشير العنصر النسائي الوحيد هذه من من رحمات رب العالمين ليه؟ لان تظلين مدلعه مدلعه الكل يخاف عليك راحت نزلت جت شوفوا فلانه جت يعني تحسين يحسون ان الكل خايف عليك حلو طيب تتابعين او تشوفين كمسلسل دراما او مسرح اللي قاعد يعرض بالكويت الفترات اللي طافت او السنة اللي طافت ولا ما تتابعين؟ لا تابع في رمضان اتابع الاعمال ايش رايك باللي اغلب الاعمال اتابعها ايش رايك باللي اغلب الاعمال اتابعها عمل او عملين استمر في متابعته <applause> احيانا اتابع الاعمال لاسماء يعني معينه واخذل واحيانا اي تخذلني يعني تفاصيل العمل <applause> الحقيقه هذه نقولها من غير ذكر اسماء اكيد <applause> واحيانا اتابع عمل يعني يعجبني تماما ويمكن ظروفي ما اقدر لكن اتابع الحلقه حتى لو في وقت بالمجمل اتمنى ان نرجع مثل ما كنا ومسرح. اتمنى ان ترجع الدراما الكويتيه بجزء من القوه اللي كانت عليك ما اقصد القوه الوقت اللي احنا كنا فيه اكيد اكيد لا. لا. فتره اللي كان العمل عمل قوي تحسنا ما يطلع اذا ما كان ولا يجاز اذا ما كان عمل يعني جيد والنص يمر على كذا أحد واكبر أكبر دليل انه صار له ثلاثين 30 سنه وللحين او أربعين سنه يمكن للحين نستذكر الاحداث ونستذكر الشخصيات اللي تكون في هذا العمل والمسرح المسرح الكويتي العشر سنوات اللي طافت او 20 سنه ما اتابع الحقيقه لاني ما كنت موجوده تشوف إيه بعض الاعمال الكوميديه اي صراحه يعني اتابعها يعني ولكن ان اتعنى علشان اي حق غالبا ظروف يعني تمنعني مم. انما ما تابعت عشان ما اقدر اظلم احد واقول إن انا شفت عمل وما عجبني لا ما مم. الأمانة مزيد يعني بتويتر الناس كلها ترحب فيك والناس كلها حبيب. سعيدة بطلتك عبر شاشة تلفزيون الكويت وايضا زميلنا الصحفي مفرح الشمري من جريده الانباء يرحب محمد فيك العزيز صراحه اخ عزيز نتشرف باخوته صراحه واسعد دائما بالمكان الذي اللي تليق به لما تكون له مشاركات خارجيه انا افرح لان بالفعل يليق بان يكون بهذا المكان يوصل لك تحياته اكيد تحياتي وحضرتك يعني. من الفنانات المثقفات اللي موجودين عندنا بالخليج العربي بس يقول كنت تضحكين وقت الكوميديا على المسرح حقيقه حقيقه صح صح يعني ومو بس كذي انا اذكر في درب الزلق طبعا الخبره كانت جدا قليله ومنعدمه صراحه ذاك وعمري كان 13 14 سنه فكان كل ما احفظ الدخله يغيروا يغير اللي يغير الحوار تتفاجئين مرة <رأي> ابي بس ابي اقبض <applause> طول الوقت احس اني مو قادره الحق اضحك <applause> اكيد وقتها كان صعب لكن معنا اتصال يمكن من احد النجوم او احد النجوم اللي شاركتي في مسيرتك ومسيرته اكيد فنان الغدير ابراهيم الصلال مساك الله بالخير ابو الخير بو خالد وحياك الله في الكويت جزاكم الله بالخير يا الله يا الكويت الله يعطيكم العافية يا, يا الله يحفظك ويسلمك يا رب يا حي هالصوت استغلال يا هلا يا أبو خالد يا هلا فيك <applause> وينك أنت انقطعتي يا بعد عمري موجودة والله والله العظيم مني كنت أتمنى إني أسمع صوتك ويعني يا محاسن الصدف على قولتهم <applause> الله يبارك فيك يا بنيتي والله الله يحفظك الله يحفظك يعني ما العيال والزوج اشغلوك العيال والزوج والله يعني حقيقه اي يستاهلون الله يحفظهم والحين من شغله بالعيال وبعيالهم الله <applause> يحفظهم <applause> يلا يستاهلون ان شاء الله يستاهلون ابو خالد نعم ابي اذكرك ب كنت اتكلم من قبل كم من يوم في موضوع تذكر ان لما رحنا نعرض المسرحيه في قطر وعرضوا علينا عمل اذاعي من 90 حلقه وهم رجعوا انا وياك تمينا. اي تمينا هناك صح. تمينا ثلاثة ايام وللعلم 90 حلقه سجلناهم ثلاثة ايام بس ثلاث ايام سجلنا 90 حلقه اذاعيه. هم نفسهم قالوا هذا يعني امر قياسي. انجاز, إنجاز عشر حلقات الحق... باليوم. <applause> يعني لا مو 10 حلقة 30 حلقه باليوم. 30 حلقه 90 باليوم حلقة. 90 حلقه 90 حلقه فكنا ناخذ اليوم كله. صح صح هذه صح. من الـ الـ الاشياء اللي ما انساها واللي كانت حلوه وال يعني العمل كان جميل الحقيقه واشادوا فيه قطار في نفس الوقت عملوا لنا لقاء تلفزيوني. أوه. اذا تتذكر يا ابو خالد تقول تفاصيله. والله يا بنيتي ناسي انا كبرت يا بنيتي لا لك اللي لك طولت العمر والصحه والعافيه يعني طمني على صحتك ابو خالد شلون صحتك؟ اي والله الحمد لله زين الحمد لله دامني أش... اشوفكم واشوف زملائي شلون عويناتك طمنا عليك انا زين الحمد لله ان شاء الله دوم الله الصحه يعني. والعافيه الصحه والعافيه وكل الشكر لك على المداخلة. كلكم كل ليله منورين والله يا اللي والاخت قاده والزملاء وياكم وياك يا هلا ومرحبا فيك الله, فيك. الله يا الله يحفظك شكرا على المداخله زاد هزين استقلال بعد والنعم والله تسلم لحم. ما قصرت حياك الله, الله يحفظك الله يحييكم يا هلا ومرحبا فيك يا تسلم كل الشكر لك يعني زمن جميل، وأصوات جميلة و اي أيوة والله وهم مشتاقين لك بعد وأسماء جميلة وكانوا أساتذتي ويعني و... ما أنا أقول لك العلاقة والله العظيم اللي كانت يعني كان لما أحد منهم يعطينا ملاحظة يعني ما تقدر تناقش فيها تاخذها حتى لو لك وجهة نظر مختلفة تسمعها رحمة الله عليه آه علي المفيدي كنا أنا وحسين آه حسين المفيد سادة الحين حسين المفيد هو أخو لي صراحه. كنا احنا يجون ياخذوني من البيت، كان عندنا عمل بعد للاطفال التلفزيون اسمه ابن الحطاب او كذا. كنا اذا تغشمر مرتين ثلاث ممكن يطقنا رحمه الله عليه. ما كنا نزعل ولا بس ابو تعامله معنا كابو ولا ولا يعني ولا تقولين بزعل ثاني يوم ما بي لا ولا كانه شيء صار ولا هذه كان كان الاحساس باحترام الكبير والاعتراف بانك اخطات لما تربك العمل بصوت ولا بغت okay. مره يعني هو الجو السائد كان وقتها والله انه مختلف اذا يصورون ان احنا نقول هالكلام اي إيه كانوا هم شخصيات لا كنا نهاب نوجب نستحي نستليم اذا اذا مثلا احد زعل من عندنا ظلين تروحين وتين بس علشان يقول خلاص صح الحاطه ما في <applause> لا انا اختصر يعني يمكن هو مسيره طويله اكيد الفنان استغلال احمد وتاريخ كبير وفنانين كبار يعني عملت معهم لكن باختصار اللي يشوف مسلسل خالتي قماشه يشوف هذه النجوم راح يفهم شنو كان الاعمال او السنين اللي قدمتوها مع بعض يشوف خالتي قماشه راح يفهم ان هذا التاريخ كان نفس المسلسل في خالتي قماشه نفس الكاركترات بس على الطبيعه كان في حب وود وكوميديا حلوه بالطبع. واحترام متبادل احنا للاسف يعني ما نقدر نسولف عن اكثر عن هذا التاريخ الطويل والاشتياق اللي من زمان عن هذا الشاشه الفنان استغلال احمد لكن نتمنى ان دائما كل ما تزورين الكويت تزورينا في ليالي الكويت انا اكون سعيده جدا والله العظيم واتشرف بمثل هذه الدعوه ويمكن في ليالي الكويت للمره الثانيه يعني يخليني بالفعل اشعر بالحميميه بالقرب للناس بالاطلاله اللي احس ان الناس اللي تتابعني او تكتب وجهه نظرها حتى في حسابي لما كتبت انه راح اكون موجوده يخليني احس انه وكاني من خلال اطلالتي على الشاشه اقول لهم انا احبكم وانا بالفعل احبكم كلكم احبكم واقدر حرصكم على انكم تتابعوني وعلى انكم يعني تبون تعرفون اخباري فهذا شيء ذكريات بعد بالضبط يعني هذا شيء يفرحني قبل لا نختم انا ودي اقول شيء إن على كثر فرحتنا اكيد بعيادنا الوطنيه وبالاجواء الحلوه هذه على كثر ما ان يعني كلمه لابد ان احنا نقولها ان احنا بالفعل وايد تاثرنا بالزلزال اللي حصل في يعني تركيا, تركيا, تركيا وفي سوريا, تركيا. سوريا تركيا. واخذ ما اخذ من قلوبنا والله وما زال يعني فقط حتى ما يشعرون الناس أنه يعني إحنا فقط نشعر بالفرح وما نشعر بهم ووجع الآخر أكي. لأنه بالفعل إحنا يعني في كل آه. لحظاتنا أكي. متابعة للحدث هذا وبالتالي ندعو الله دائما وأبدا أن رب يهون عليهم الله يسر لهم آه. السبل آه. اللي تخليهم يتجاوزون مثل هذه الأزمة آه. ويسلم آه. إن شاء الله يا رب كل يعني بلد اسلامي وغير اسلامي ما حد يتمنى حتى العدو انه ينحط اكيد, أكيد هذه مشاعر انسانيه نتمنى نعم. السلام نعم. للجميع ونتمنى ان رب العالمين يلطف بالجميع يا رب يا رب رب والجسور رب الجويه يعني موجوده بين كل دول مجلس إيه التعاون مع تركيا مع سوريا إيه الله يحفظهم ويكافيهم الشر يا رب ويدوم يا رب علينا الامن والامان ان شاء الله, الله شكرا ما. جزيلا لك ام زيد على وجودك معنا نورتينا وشرفتينا ودائما سعد بلقائك وانا اسعد إن شاء الله. وان شاء الله مساء سعيد وكل المساءات وان شاء الله دائما وابدا نظل الكويت بهذا الجمال اللي يخلينا دائما كذي نشعر بفخر وزهو لما نكون فيها كل الشكر دي. لك اكيد مشاهدين كل الشكر لكم نشوفكم على خير وتصبحون على خير في امان الله في امان الله